مشاهدينا الاعزاء السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، واهلا ومرحبا بكم وكل سنه وانتم طيبين. وبنرسل تهاني العيد للمسلمين قاطبه في جميع بقاع الارض، وبزعت كثير جدا انه اكون دائما وسط الاخوه الرياضيين، خاصه اننا بنعيش عيدين، عيد الكره السودانيه بوصول 3 من الانديه السودانيه الى دور المجموعات في بطوله الكونفدراليه الافريقيه. وبرسل التهاني الخاصة جدا لكل الوسط الرياضي، وضيفنا في هذه الأمسية واحد من الأندية اللي وصلت لدور المجموعات في هذه السنة، وهو ضيف دائم وفي البطولات الأفريقية، خاصة البطولة الكبرى، فريق ليس معروفا على مستوى السودان ولكن على مستوى العالم العربي والعالم الأفريقي ببصمته التي وضعها في الخارطة الرياضية في أفريقيا وفي وطننا العربي الكبير. نادي الهلال السوداني، هذا النادي الكبير العريق، هو ضيفنا في هذه الأمسية خلال برنامج الكاس كاسنا، وأنا سعيد أني ألتقي بهم في هذه الأمسية، وسنفصح عن ضيوف هذه الحلقة ولكن بعد أن نتابع هذا التقرير ثم نعود لنطار. الانطلاق أسرع، نزار حامد يلعب كرة ممتازة، يلا كاريكا، يلا كاريكا، كاريكا هيها، كورة جول، جول، الهدف الهلالي، الهدف الهلالي، الهدف الهلالي، بكر المدينة، هلال is now impossible campinos اسمو، بلغتك يا جارزيتو، بحديث أصلك الإيطالي يا جارزيتو، الهدف الأول، الضربة الأولى، تورنيو دالا كوبا، شوف الهيا ولد، هيا كرة على طبق من ذهب، التفاهم بالإيميل بالمسج، كرة في الشباك، هدف أول في مرمى أداما كيتا، 1-0 للفريق الهلالي، سادومبا في لمسة يا دوب، مرت الكرة لكاريكا، كرة بالرأس، جول! إنه زيمبابوي، إنه الورقة الرابحة، إنه الكرت الرابع، إنه إدوار سادومبا يا آدم كيتا، هل سمعت باسم هداف دوري الأبطال في الموسم الماضي؟ الآن يا محمد سليمان وريني الكرة، شوف بالرأس من إدوار سادومبا الكرة في الشبكة، الهدف هلالي والفرحة هلالية والانتصار سوداني على الفريق المالي. مرحبا بكم من جديد مشاهدي الاعزاء، وزي ما قلت ضيفي في هذه الأمسية هو فريق الهلال السوداني اللي حقيقة زي ما قلت وضع بصمة واضحة وظاهرة على خارطة الكرة الأفريقية. وبرحب في هذه الأمسية ترحيب حار بكابتن جارزيتو المدير الفني لفريق الهلال السوداني. Merci pour la chaîne et puis bah j'espère qu'on va passer une bonne soirée. شكرا شكرا لقناة الشروق، ونتمنى ان نعدي او نمر ليلة سعيدة ان شاء الله. وبرحب ايضا بالمترجم خزيمة فريد، كل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيبين لكل الشعب السوداني. طيب الفريق دكتور وائل يحيى، كل سنة وانت طيب. انت طيبين ان شاء الله. عبركم نرسل تحايا العيد لكل الأهل والأصدقاء، ونشكركم على الاستضافة دي، وإن شاء الله نكون ضيوف خفيفين عليكم. أهلا ومرحبا بك. وكابتن خالد مدير الكرة، كل سنة وإنت طيب. وإنت طيبين، والعام وكل الشعب السوداني وجمهور الهلال بصفة خاصة بخير، وإن شاء الله ربنا كذا يعود علينا بالخير والبركات إن شاء الله. كابتن مهند، العيد سعيد إن شاء الله عليك، وكل سنة وإنت طيب. والله يا أخي في البداية أنا بشكر قناة الشروق على هذه السنة الطيبة، إنه الواحد يطلع للمشاهدين، نقول لهم كل سنة وأنتم طيبين، وكل الشعب السوداني إن شاء الله بصحة. ومن هنا أنا برسل التحايا للوالد والوالدة، ونقول لهم كل سنة وأنتم طيبين، وربنا يديهم الصحة والعافية. ربنا يديهم الصحة والعافية. وكابتن مدسر كاريكا، كل سنة وأنت طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنة والشعب السوداني كله بألف صحة وعافية، وكل الأمة الإسلامية إن شاء الله، يعني ربنا يعيد على العيد بالخير واليمن والبركات، وبرسل العيد خاصة للوالد والوالدة ولأم أولادي
محمد وهيثم. نحن بنحييهم معاك وبنحيي كل الأسر وبنحيي الفنان الهلالي ياسر تمتام. كل سنة أنت طيب. أنت طيبين. سعيدا نطيل من خلال الشروق في العيد على نقول لكل الشعب السوداني كل سنة طيبين وربنا يديكم الصحة والعافية. وسعيد جدا أكون في معية كباتن الهلال والكوتش وإن شاء الله تقدم مزدهر دائما لقدام. مرحبا بك فنان ياسر تمتام وبرحب بكل الضيوف. وكابتن خالد نحن بداية حنبدأ وبنتكلم عن الهلال كفريق زي ما بنقول زبون دائم للبطولة الكبرى ودائما في بطولات أفريقيا الهلال متواجد وحقق نتائج طيبة وجميلة. يمكن الهلال من 66 هو دائم الوجود في البطولات الأفريقية. يا ريت نتكلم عن الهلال وتاريخه ووجوده في هذه البطولة. طيب طبعا الحديث عن الهلال حديث يطول يعني. نعم. وطبعا الفريق الهلال يعني يمكن صاحب جولات وصولات كبيرة في البطولة الأفريقية. وزي ما تحدثت أنت إنه هو زبون دائم يعني للبطولة الأفريقية. يمكن يعني استطاع أن يصل النهائي مرتين في العشر سنوات السابقة. الهلال دائما في مربع الذهبي. ويمكن يعني لم يحالف التوفيق يعني الهلال بنيل البطولة. ولكن يعني إن شاء الله يعني في العام ده نحن بنخطط وبنحلم إن شاء الله لنيل بطولة الكونفدرالية ونقدمها هدية يعني لجمهورنا الصبر معنا كثير جدا. الكابتن مهند الهلال يعني الآن أنتم متواجدين في الهلال والهلال هو متواجد زي ما قلنا دائما في البطولات الأفريقية وكده بيلغي عليكم حمل كبير جدا. الهلال وجدته فريق واضح ومعروف لكل العالم العربي والأفريقي زي ما ذكرت أنا. ده بيجعل عليكم حمل كبير جدا للتاريخ الهلالي في هذه البطولة. والله صراحة الحمل علينا يعني كثير. لكن كونه يعني تسع جمهور الهلال فدي حاجة ما هينا مسؤولية كبيرة صراحة. فبقت يعني الواحد يمكن بالنسبة لنا بتكون صعبة لأنه بيكون لازم تركيز عالي حضور الذهني. فدي يعني دي يعني مسؤوليتها كبيرة شديدة. نعم. لازم يكون عندكم دور كبير مدسر كاريكا. ووجدت الهلال فريق عنده يعني تاريخ كبير وعريض ولا بد من تحقيقه. يمكن الهلالات بيتكلم عن انه الهلال عنده الامكانيات اللي بتحقق له البطوله خاصه الخبره الكبيره اللي اكتسبها من خلال وجوده الدائم. والله طبعا بالاضافه الى كلام مهند يعني الهلال تيم كبير يعني بيتطلب انك تجتهد من عشانه لحاجات كثيره كاسمه ولنا الشرف انه بندافع من اجل شعار الهلال. وإن شاء الله نكون سائرين ونحقق للهلال إن شاء الله بطولة. ونحن قبل ما نتواصل ونتكلم عن هذا التاريخ العريض والكبير لابد نرجع لكابتن غارزيتو المدير الفني للهلال السوداني. ويعني بنسأله عن السودان وانطباعه هو أول مرة يجي للسودان كمدرب للهلال. يمكن حضر للسودان مع فريق آخر ولكن وجوده الآن في السودان وانطباعه عن السودان في زيارته الأولى للسودان. Donc vous avez venu ici au Soudan pas mal de fois, avec, mais vous n'étiez pas entraîneur de Hilal, vous étiez avec Mazimbe. Donc, première impression que vous prenez ici au Soudan. Je suis venu pour la première fois au Soudan pour la CECAFA qu'on a disputée dans le club adversaire, El Meriek. La deuxième fois, je suis venu avec Mazimbe pour rencontrer Al Hilal. Donc je connaissais très peu des choses du Soudan. Bon, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de chaleur pendant le mois de juillet, je crois. Et je ne connaissais pas beaucoup et pas du tout Al Hilal. Voilà. طيب الكوتش جا الهلال جا السودان هنا مرتين. المرة الأولى جا في دور السيكافا كان لعب ضد المريخ في ميدان المريخ. المرة الثانية لعب ضد الهلال كان مع مازيمبي. لعب ضد الهلال انتهت في استاد الهلال. المرتين اللي جا فيها الكوتش هنا لاحظ انه السودان بلد سخنة جدا جدا لأنه جا في شهر 7. طيب السخانة يعني أنا يمكن الآن ملاحظ إن احنا قاعدين في الاستوديو
شاعر انه هو بيقول يعني يقفل التكييف. يعني انا داري يفسر ليه اللقطه دي. ما تنافو ديت بوديت الفشو ما تنافو يا شالور ici au Soudan mais on est là au studio vous dites que de fermer le la clim. Ouais. J'aime bien, je suis italien moi, je suis méditerranéen et j'aime bien la chaleur. Donc là ça me convient pas quoi. طيب احنا اساسا هو اساسا اصول ايطاليا. نعم. وانتم معروفين على الايطاليين بيحبوا الجو السخن. ف يعني هو بيحب الجو السخن اكثر. نعم. طيب بل لا 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 لا. كابتن خالد يعني اذا مشينا وتكلمنا عن القرعه اللي وقعتكم في اول مباراه مع الفريق الدبلوماسي، يعني انا داير اعرف يعني ودائما يعني افريقيا الوسطى هي دائما يمكن ضعيفه كانت امام الانديه السودانيه، الانديه السودانيه لعبت معها 3-4 مباريات، الهلال انتصر، المريخ، ويمكن اقصد اهلي مدني، يمكن الفريق الوحيد اللي يمكن ما قدر يتخطى هو كان مريخ الابيض. القرعه دي يعني كانت بالنسبه لكم شنو؟ احساسكم شنو؟ طبعا يعني دائما البدايات للفرق اللي تكون يعني مصنفه. نعم. البدايات طبعا بتكون مع الفرق يعني الاقل تصنيف. عشان تقدر تسهل للفريق انه يقدر يعني يصل في البطوله في مراحل متقدمه. نعم. ويمكن نحن يعني الجديد كان عندنا انه القرعه دي اول مباراه لنا كان في البطوله الافريقيه وتحت قياده يعني المدرب الكبير جارزيتو. وبدينا يعني بدينا نحن يمكن دي كانت اول خطوات الطريق في انه تتعلم يعني كيف الفريق يصير في طريق البطولات يعني. فيمكن يعني اخوان اللاعبين دول يعني يمكن نعم استفادوا كثير جدا من الكوتش في البطوله. ويمكن دي كانت زي ما قلت لك ضربه البدايه. وجودكم مع الفريق اللي يمكن اقل امكانيات هو سهل لكم ولا هو طبعا هو امكانيات انا اقل من الهلال. نعم. يعني لكن زي ما قلت لك يعني نحن يعني في النهايه بدينا الدرس من الاول، بدينا نتعلم مع المدرب لانه يعني هو مدرب صاحب بطولات يعني حقق بطوله افريقيه. وبدأنا يعني مع الأخوان اللاعبين الناس تتعلم في طريق البطولات النظام مع الفريق الدبلوماسي. والحمد لله يعني حققنا فيها كان نتيجة إيجابية إيجابية في أفريقيا الوسطى. المباراة انتهت 3-0 وفي مباراة العودة انتهت 5. يمكن دي كانت في المرحلة دي أكبر نتيجة يحققها الفريق في البطولة. في البطولة. نعم. طيب نحن مشاهدينا الأعزاء حنمشي ناخذ واحدة من الأغنيات مع الفنان ياسر تمتام ثم نعود لنتواصل. أنا من زمان حاضن سكوني
مرحبا بكم من جديد بعد ما استمتعنا بالاغنيه الجميله يا ليالي مع الفنان ياسر تمتام. وبرجع ولكن يمكن بسميح اللاعبين شويه انه ارجع للمدير الفني كابتن غارزيتو. كابتن غارزيتو هو جل السودان وكان مدرب لمازيمبي ولعب ضد الهلال. كان بيشعر او كان عنده احساس انه الفريق المنافس ده حيجي يوم هو حيكون مدرب. دونك سي لا كاستيون ا فو vous avez joué contre l'Hilal quand vous étiez avec Mazembe. Donc, est-ce que vous avez senti, ou bien est-ce que vous avez, est-ce que vous a dit, vous allez entraîner Hilal un jour? Non, non, ça c'est sûr que j'ai jamais pensé à venir au Soudan, vu ce que j'avais vu pendant le tournoi de la CECAFA et etc. Bon, maintenant la vie fait que des fois, ben, on se trompe. Je suis là, je suis content d'être là. Bon, peut-être que je vais être content de partir aussi parce que j'ai mon épouse qui n'est pas là, j'ai mes enfants, j'ai plein de choses. Donc c'est vrai que c'est difficile pour moi. طيب حقيقة ما حصل مرة فكر ما حصل مرة كنت أفكر إنه يدرب الهلال مرة لأنه جاء وزار زار السودان مع سيكافا وزار يعني ما حصل مره فكر حاجه دي. لكن حاليا هو فرحان جدا بعد مرات يعني الناس بتحصل لها حاجات ما كان متوقع. وفي الحقيقه هو حاليا فرحان جدا هنا في الهلال ويكون فرحان اكثر ان شاء الله لو رجع لبلده ويلاقوا زوجته ويلاقوا اولاده لان هم موجودين معه هنا حاليا. نعم الدكتور يمكن رمضان ونحن كنا في رمضان ودخلنا في العيد. أنا داير أعرف يعني الإصابات اللاعبين السودانيين من خلال تجربتك مع الهلال إصابات متكررة وأحيانا علاج داخل السودان علاج خارج السودان وتستمر شهور ويمكن تابعنا في البلاد الأخرى ما بتاخذ زمن كثير ده بترجعوا لشنو؟ سبب شنو؟ هلا طبعا هي إشكالية موجودة وقائمة أنا ممكن أختصرها بس أنا طبعا الحديث عن تردد الإصابات والخلل في علاجها بياخذ زمن طويل لكن أنا ممكن أقول إنه في تسلسل في علاج الإصابة بيبدأ من اللاعب اللي هو اللاعب لازم يبلغ عن إنه عنده إصابة إذا هو ما تحدث قال عنده إصابة بالتالي الطبيب ما بيقدر هو يعني في أغلب الأحيان ما بيقدر يعرف إنه اللاعب عنده إصابة ما لم يجي ويتكلم يقول أنا مصاب مثلا في أغلب اللعيبة هم بيلعبوا بإصابات على أساس إنه الواحد ما يطلع من التشكيلة ويكون دائما متواجد مع الفريق وكده وبالتالي ممكن يجينا في زمن يكون الاصابه تفاقمت والعلاج فيها يكون صعب. الناحيه الثانيه بتجي الناحيه التشخيصيه بالنسبه للجهاز الطبي اللي هو شغال مع الفريق، اذا حدث خلل في التشخيص وهي اشياء وارده لانه يعني المجال بتاع الطب الرياضي في السودان ما مجال متطرق ايوه متقدم وبالتالي الخبره ضعيفه فيه، يعني ما في زول بيتعلم من زول اكبر منه في المجال ده وبالتالي الخبرات بتكون ضعيفه في الحته دي. الثانيه بتجي الناحيه التشخيصيه. إذا حصل أي خلل في الناحية التشخيصية بتكون الإصابة حائرة ما عارف نفس الإنسان مصاب أو مصاب يعني في بعض الأندية بتكون في صعوبة في التشخيص يعني الرنين المغناطيسي ما يمكن أي فريق يسمح إنه يعمل في الشهر 3 أو 4 رنين مغناطيسي بعد ذلك تجي الناحية العلاجية اللي هي الناحية العلاجية لازم تكون واضحة ما تكون فيها أو الطبيب ما يستجيب لأي ضغوطات يعني ده لاعب مهم ولا ده لاعب مؤثر أو أي ضغوطات أخرى إعلامية أو غيره إذا حدث إنه حصلت خلل في الناحية العلاجية لازم يكون في منهج معروف اللاعب حيتوقف من اللعب لفترة بتاعت شهر حيكون عنده برنامج تأهيل لفترة 15 يوم مثلا أو 3 أسابيع بعدها برجع اللاعب إلى الإصابة إلى الملعب في أي حتة من المناطق دي حصل فيها خلل بتبقى المشكلة بتاعت الإصابة فيها تردد برا السودان الأمور دي واضحة ومعروفة والناس بيمشوا بالستيب الأول والثاني والثالث في النهاية الإصابة يعني الإصابات هي واحدة هنا أو يعني مثلا في الدول الأخرى هي واحدة هي دي الإشكالية الرئيسية اللي ممكن تكون هي تسببت عائق كبير في الإصابات وعدم العلاج السريع. نعم. طيب إذا تكلمنا عن رمضان وتأثيره على اللاعبين يعني العلاج هل استجابة العلاج بتكون أكثر الإصابات بتكون أقل خاصة إنه كثير من المباريات بتقام في نهار رمضان يعني نعم طبعا في يعني فترة رمضان النشاط الرياضي بيكون في شوية يعني فيه خلل شويه يعني لانه في فتره
وجيزة أنت عاوز تتناول المشروبات وعاوز تأكل وعاوز تتمرن وعاوز تلعب مباريات كده. الشراب ده يعني أو السوائل بالنسبة حتى جسم السوائل بيحتاج لفترة طويلة عشان الجسم يقدر يستفيد من الحاجة بتاعت اللي هو أخذه وكده يعني. وبالتالي بيكون في صعوبة يعني من الساعة 7 للساعة 10 بتبدأ المباريات أو التمارين. وزي ما قلت مرات إحنا بنكون مجبرين إنه في بعض الدول الأفريقية الناس تلعب في الفترة العصر اللي هو الناس بتكون صايمة. نقص السوائل في الجسم في حد ذاته هو خطر على حياة اللاعب, وفي نفس الوقت معرض اللاعب لأنه يحصل له الإصابات العضلية. بيكون في جهد زايد لكم أنتم في الفترة. أكيد نعم. أكيد. نعم. بنحاول إحنا يعني نتكيف في رغم إنه بنلقى صعوبة كبيرة جدا يعني ما بنقدر نقول إنه يعني بننجح فيها, لكن بنحاول إنه في بعض يعني بعض الطرق اللي هي من الجالية على أساس إنه نخفف الضغط على اللاعب ونخفف حدوث الإصابات ونحافظ على سلامة اللاعب في النهاية. دكتور أكيد العامل النفسي عنده تأثير ومع العامل الطبي, وأنا هنتقل للاعبين. مهند يعني دائما اللاعب بيحتاج لمعنويات كبيرة جدا عشان ما يقدر يبدع ويقدر يقدم فريقه يعني. ودائما أنتم من خلال رمضان يعني الواحد ونحن كسودانيين بيحب الواحد يفطر في البيت وصينة الفطور والناس طالعة في الشارع, دي عندها تأثير عليكم كلاعبين؟ والله أكيد طبعا عندها تأثير. نعم يعني إحنا يمكن يكون رمضان ده الفترة الوحيدة ممكن الواحد يكون قاعد في البيت وكده, فدي كانت الإشكالية في إنه نعم يعني تكون لنا صعبة في إنه الواحد يكون بعيد من أهله. يتمنى إنه رمضان ده يكون يعني على طول عشان الواحد يكون طوالي مع ناس البيت. مدسر نفس يعني برضو عندك تأثير والأسرة وإنتوا في رمضان بتكون في معسكرات ومباريات؟ والله يا أخي طبعاً إحنا كسوداني يعني فطور البيت طبعاً يعني له طعم خاص في النهاية, لكن بنقول دي حياتنا ودي يعني بقى مجالنا في كرة القدم, بتطلب معسكرات, بتطلب إنك تكون متواجد طوالي. هي صعبة يعني كون الواحد بيكون متمنى يكون أكتر فترة وقاعد في رمضان في البيت فطور البيت كده مع الأهل مع الأصحاب, لكن ما في بتقلل من الامكانيات او من المردود. والله ما هي خلاص الواحد يصل لغناعه يعني. نعم. انك انت ما بيدك حاجه انك حتعملها. يعني الواحد حيكون كيف على الجو اللي هو فيه يعني. اكيد خالد عندكم دور كبير جدا في اداره الكره تجاه يمكن هذا الموضوع, احنا كسودانيين وطبيعتنا طبعا احنا بتواجهنا مشاكل كثيره مع اللاعبين دول. طبعا احبوا في رمضان الاشياء يعني بالذات في المعسكرات, زي ما هم بيحبوا احنا في السودان عندنا عاداتنا طبعا يعني عندنا المأكولات الشعبيه بتاعتنا معروفه. طبعا دي حاجه بالنسبه لهم ممنوعه منع بعد طبعا توجيهات من المدير الفني والجهاز الطبي. هم بالنسبه للزول الرياضي في رمضان لازم تكون وجباته معينه حتى يقدر يحافظ على المردود البدني في التمارين. فبتلقى في مشكله كبيره جدا خصوصا اللاعبين ان هم دارين طبعا دارين حاجات دارين ياكلوا العصيد يعني. هسي مهند بيحب شنو ومدسر بيحب شنو ولا مهندل ناس بلديين بحت يعني عايزين عصيد البلديه العصيده والابري والاشياء زي دي. فطبعا في بعض الاحيان بيكون وجباتنا طبعا لازم تتكون من لازم يكون في لانه في مجهود وفي في مجهود في بعض المرات بنحاول احنا نستاذن الكوتش على سنه اسمح لهم باشياء. الكوتش مرات بياكل معهم الحاجات دي ولا ما؟ والله بالذواقه بس هو على حسب بعد ذاك الطعام يعني. نعم لو بيجي في طعم يستساغه بياكل يعني, لكن طوالي بيمشي في اليوم بيمشي بعد ذلك. نعم ياسر الفنان الهلالي, انا قلت هلالي وبعرفك انك هلالابي, وانت معلن انك هلالابي ولا في كثيرين جدا من الفنانين او مقدمي البرامج او الناس المعروفين بيخفوا انتمائهم, انت بتخاف منك تصير انتمائك للهلال؟ لا ما بخاف من حاجه طبعا. نعم اصلا قدر ما سالوني قدر ما انا هلالابي. نعم وبعض الاحيان كده لما اشوف في جماعه كده ده من رخاب ومتعصبين اقول لهم يا اخي انا هلاريخي. هلا بتدخلين مع بعض هناك يوم الهلال هلا أبشر أريد الريد هناك
يوم الهلال هلا والداير يجينا حتى الكفر ضلا والليل يا أهل أصبح علي صيف فارقني المنام فارقني المنام أنا يوم تركني حبيب فارقني المنام أنا يوم تركني حبيب في قلبي الحزين والله شب لهيب منامي سنصير منامي سنصير منامي سنصير يا أخي اللي جيت باريها لقيت غزال الشام لقيت غزال الشام تدرج في جديها لقيت غزال الشام تدرج في جديها وكاريكا كان جافيت والله كان جافيت قولت سلام أمشي فيها أمين علمك تقوى الجمال يا قلبي استلمك علمك ظلمك ظلمك مين علمك تقوى الجمال يا قلبي مشاهدي الأعزاء ما زلنا معكم ونحن بنعيش فرحة العيد وفرحة وجود أفراد فريق الهلال معنا داخل الاستوديو كاسنا ومسيرة الهلال الكبيرة والعريضة اصطدمت بفريق الشلف الجزائري أكيد هناك بعض الصعوبات هناك بعض الأشياء اللي الجهاز الفني والجهاز الإداري هو بلم به أكثر كابتن خالد مباراة الشلف الجزائري كانت هي المحطة الأخيرة في البطولة الكبرى بطولة الأندية الأبطال يا ريت نتكلم شوي عن هذه المباراة اللي يمكن خلت الهلال ينزل للبطولة الكونفدرالية وطبعا يمكن احنا تحدثنا عن فرق شمال أفريقيا هي فرق طبعا يعني عندها مستوى تكتيكي عالي جدا جدا عندها مستوى مهاري عالي فدائما احنا بنحبذ انه في الفرق المجموعات دائما انك تكون مع الفرق ذات الطابع الافريقي يعني نعم ما تقابل يعني الفرق بتاعت شمال افريقيا دي طبعا زي ما قلت لك بيكون تكتيكهم عالي جدا نعم يمكن هو الشلف من الفريق اللي ممكن يكون هو سبب في خروج الهلال انا بعض الاسباب دي زي ما قلت لك في بدايه الحديث قبل انه نحن مع المدرب في منهج جديد في تغيير جديد في طريقه اللعب يمكن اللاعبين بدوا بتدريب بمرور الوقت بدوا يعني استقبلوا الطريقه بتاعه اللعبه الجديده والتكتيك الجديد بتاع المدرب يمكن الشعب السوداني كله والجمهور الهلال بصفه خاصه يعني اصابوا حزن كبير بخروج الهلال من البطوله الافريقيه لانه يعني تعود دائما انه الهلال يكون مع الابطال الافريقي ولكن يعني يمكن احنا عزانا الوحيد انه نحمد الله انه احنا خرجنا من البطوله لكن يعني لنعوض جمهورنا في الكونفدراليه ان شاء الله وزي ما شايفين الان نحن ماشيين في خطى يعني حسيسه نحو الكاس بعد ما اللاعبين دول اغلموا على الطريقه الجديده الشغل بتاع هضموا الخطط فالمساله دي بالنسبه لنا نحن يمكن هي ضد كانت يمكن زي بقول لك رب ضاره النافعه لكن الان نحن يعني نسير في الطريق الصحيح وهي كانت صدمه لكل الجماهير ما الشرف لكن انا الان يعني بوعد كل الجماهير انه الهلال الان متجه للطريق الصحيح الكاس كاسنا ان شاء الله الكاس يكون كاسنا في الكونفدراليه وزي ما قلت لك في بدايه حديثنا هديه لكل الجمهور اللي وقف معنا ان شاء الله نعم الكابتن جارزيتو نحن بنتكلم عن مباراه الشلف اللي هي كانت حد فاصل وهبوطكم للكونفدراليه
في بعض الأشياء جابهتكم هناك أو مصاعب واجهتكم، بالإضافة لأنه هل هبوطكم كان عنده ردة فعل عكسية أو سلبية تجاه الجهاز الفني واللاعبين؟ دونك si on remarque un peu le match de Chalef, c'est lui le match qui nous a fait descendre au deuxième coupe, c'est la coupe de CAF. Donc est-ce que et on a eu des difficultés là-bas, on a eu des difficultés là-bas pendant le match ou bien bien est-ce que ça a influencé un peu sur vous comme un staff technique ou bien bon, la première constatation c'est que si on a perdu la qualification l'a perdu à Khartoum avec toutes les occasions qu'on a eues, on n'a pas été capable de marquer ce deuxième but, donc c'est sûr que la qualification l'a perdu ici. Quant au match là-bas, c'est vrai que le déplacement est difficile, mais on s'était bien préparé et je crois qu'on a fait un très bon match aussi là-bas à Chlef. Et bon, l'erreur, elle est d'avoir pas su maîtriser le match à Khartoum. احنا لو لاحظنا انه هنلاقي انه الماتش احنا خسرناه من هنا خرطوم، ما خسرنا الماتش في الجزائر. فلو نحن هنا لعبنا ماتش ممتاز جدا واتيحت لنا فرص كميه، لكن ما قدرنا نترجم الفرص دي لاهداف، فهذه المشكله حصلت لنا. فلو ممكن نقول اذا الغلطه اللي غلطناها انه ضيعنا التاهل من هنا. فطبعا انتم عارفين السفر وحيكون صعب شويه بالنسبه لنا، فعلا سافرنا ومشينا هناك وكنا عددنا للكره اعداد ممتاز جدا. لعبنا ماتش ممتاز في شلف، لكن زي ما قلنا في الاول التاهل ضيعناه من هنا من خرطوم. طيب انا ده أزل الكابتن جارزيتو، دي يعني هبوطكم للكونفدراليه اثر في معنويات اللاعبين او الجهاز الفني او الجهاز الاداري؟ Est-ce qu'on a perdu le courage quand on est descendu à la CAF, à la Coupe de CAF, soit les staffs techniques ou bien les joueurs ou bien le staff administratif? Je pense pas qu'on ait perdu. Bon, c'est vrai que moi j'ai fait le pari de venir au Soudan pour gagner la Champions League, donc j'ai loupé le pari. Maintenant, c'est vrai qu'on a recruté 3-4 bons joueurs. Bon, qui aujourd'hui me font regretter d'avoir perdu contre Chlef, parce qu'aujourd'hui avec l'équipe qu'on a, on pourrait rivaliser avec n'importe qui en Champions League. Malheureusement, c'est fait. Maintenant, on a un autre objectif. L'objectif, c'est d'aller au bout et de gagner cette Coupe CAF. Je pense qu'on a les capacités tous ensemble. On travaille bien. Et je pense qu'avec le sérieux et la volonté de tous les joueurs, on est capable de réussir le deuxième pari. Mais bon, c'est quand même intéressant de gagner cette Coupe CAF. طيب من الملاحظ طبعا انه نحن كلنا مما بدينا كنا بنتكلم مع اللعيبه وكان عندنا بيناتنا تحدي انه هو ناخذ الكاس بتاع الابطال، لكن في النهايه نحن ضيعنا كاس الابطال. دي ما الحاجه اللي احنا كنا متمنينها، لكن هسه حاليا احنا في كاس الكونفدرالية ماشيين، تأهلنا زي ما شفتوا للدور الثاني دور المجموعات. نحن لازم نفكر انه في الكاس، انه الكاس ده ان شاء الله بالمؤهلات اللي عندنا، بالمؤهلات الكبيرة اللي عندنا، زايد الامكانيات، زايد الثلاث اربع لعيبة الجداد، الخمسة لعيبة الجداد اللي اخذناهم في التسجيل الاخير او فترة التسجيلات الاخيرة. كان غير اذا كان فتره التسجيلات الاخيره كانت قبل، او اللعيبه اللي جونا في الفتره الاولى جونا قبل الماتش بتاع الشرف كان هيحصل حاجه ثانيه، لكن هسه حاليا احنا عندنا نفس معانا اللعيبه ديل، وان شاء الله بيهم هناخذ الكاس ان شاء الله، ومتمنين في النهايه التوفيق من الله سبحانه. كابتن مهند، مباراة الشلف والهبوط للكونفدرالية زي ما سألت الآن كابتن خالد وسألت المدير الفني، أنتم كلاعبين وإحساسكم شنو؟ المدرب بيقول إنه أنتم من هنا فقدتوا المباراة، أنتم كنتوا ماشيين وعندكم إحساس إنه أنتم ممكن تتأهلوا، ولا كان في تأثيرات المباراة للمباراة الخرطوم؟
والله يا اخي طموحنا احنا اصلا يعني طموحنا كلاعيبه نعم يعني ما ممكن اصلا نقبل بانه الواحد يمشي من هنا عشان يتغلب. ظروف الكوره كانت يعني غير الحاجه اللي احنا كنا نتمناها. قد يكون احنا يعني قدمنا بهدف نعم في الجزائر في الجزائر وده كان يعني المفروض كان يكون يدينا ثقه اكبر في اننا يعني تدهلوا نعم فجاءت ظروف الكوره فتعوق بوي وتعوقت انا الناس الخشوا يعني ما قصروا لكن كان يعني لحد ما يخش في جو الكوره وجو المباراه بس اللحظه المفروض يخش فيها جو المباراه الناس تعادلت نعم دي يمكن عملت دفعه نعم تفضل لو سمحت لي تفضل يعني بالنسبه للمباراه دي كان الكوتش بدا بتشكيل المثاليه اللي هي يعني متمرسه وعندها خبرتها وفعلا زي ما قال مهند الفريق كان يتقدم بهدف كان كفيل انه يعني يحقق نتيجه نعم فهي حصلت اصابه مهند ادت الى تغيير اضطراري وبعد ذلك تغيير في الدفاع اللي هو تغيير عبد اللطيف بوي برضه اصابه اضطراريه هي سببت انه يعني تحصل نقول يمكن نقول ربكه الناس دخلت فعلا زي ما قال مهند هم يعني ناس ما عليهم يعني ما عليهم ذنب ولا كذا نعم انه يخش في جو المباراه حتى فالنتين يعني ما كان في مستواه واللي يعني معروف الحقيقي المعروف معروف فلما خش ما كان يعني واصل كل الكور كل المباريات ما كان مشترك في كل الكور المباريات هو كان اضطرار يعني تبديل كان اضطرار كان متجانس لما دخل فالنتين كان حصلت الاشكاليه دي لانه يعني ما كان بيلعب كثير نغارن طوال بالوضع الاسد ان شاء الله الموجود ونتمنى ان الوضع يستمر بالصوره دي انه الحمد لله احنا في الوضع الحالي يعني الهلال مستقر من ناحيه الاصابات اللاعبين الكوتش زي ما قال يعني بيكون عنده خيار كم 20 لاعب يختار منهم التشكيله المثاليه ما زي مباراه الشرف كان في محدوديه محصورة محدود نعم. ايوه نعم. ورغم المحدوديه دي برضه حصلت لنا الاصابات دي اللي هي يعني ادت الى انه الربكه اللي حصلت دي يعني اهتز الدفاع نعم. وكذا نعم كابتن مدثر بعد نهايه المباراه واحساسكم انتم دائما الهلال يعني يمكن على مستوى الاعلام على مستوى الجمهور بيتكلم عن الهلال دائما بيلعب في دوري الابطال احساسكم كان شنو انه حتكونوا في الكونفدراليه؟ طبعا احساس ما مرضي يعني لانه تيم يعني الهلال تيم كبير انه طوالي بيشارك في البطوله وبيكون مستمر فيها ف يعني كلعيبه كده الوضع ما مرتاح ما مرضيكم اي ما مرضينا لكن ما حنقدر نعمل حاجه يعني دي قدره ربنا انه يعني احتمال جايين لنا خير في حاجه ثانيه فممكن بتكون صعبة الواحد يتقبلها طوالي لكن مع مرور الزمن بيتقبلها ويستمر في حاجة نتأقلم نتأقلم على الوضع ونمشي للحاجة الثانية نعم فكرة القدم هي كده يعني بتقبل زي ما أنت بتحب الانتصار وبتفرح به وبرضه في هزيمة برضه أنت لازم تتقبلها بصدر طيب نحن بعد كلامكم ده ونمشي وناخذ واحدة من أغنيات الفنان الرائع ياسر تمتام ونعود ونتكلم يعني كثيرين جدا عايزين يعرفوا طقوس في العيد والاشياء اللي بتحدث في العيد للاعبين والمعسكرات اللي بتحرمهم من العيد ونجي راجعين ونشوف ايضا يمكن في بعض اللاعبين كانت الاعياد لهم بالنسبه لهم هي زي ما بنقول بلغتنا احنا قفله وخنقه نمشي نسمع ياسر ونجي راجعين ليه الصدور
مرة ثانية بنهني كل الناس والموجودين معنا داخل الاستوديو، وزي ما قلت قبل ما نسمع الفنان ياسر تمتام إنه فترة العيد أحيانا بتكون للاعبين مشكلة كبيرة جدا، يعني عاداتنا طبائعنا ومن إحنا قمنا صغار، يعني فترة العيد هي فترة للحركة. أنا برجع لمدسر، مدسر المباريات اللي بتكون دائما أيام الأعياد بتشكل لكم هاجس؟ والله بتكون مباراة صعبة. نعم. يعني إنه اليوم بيكون يوم عيد، يوم فرحة مع الأهل والأصدقاء ومع الأسرة، فبتكون في حالة ما يعني ما طبيعي، يعني أنت صاحب بالين يعني داير تعيد معاي وداير الكورة مثلا تكون في نفس اليوم، يعني صادف كثير يعني كم مباراة بتصادف مرات يوم العيد ومرة يوم الوقفة. أنت جوا الميدان مرات راسك بيطلع برا يمشي تتذكر أيام زمان والعيد و لا لا طبعا جوا الميدان لما خلاص انت ما 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 بقيت على الامر الواقع يعني حتى خلاص لما يكون فضل المباراه مثلا 5 ساعات 6 ساعات خلاص يعني انت بتكون بعد تركيزك مع المباراه، فانت بتكون يعني بتفكر قبل مثلا بكره المباراه وبكره العيد، بتكون بتفكر في العيد وفي المباراه الاثنين مع بعض. نعم. لكن برضه في النهايه بترجع يعني خلاص يعني انت ما حتقدر تعمل حاصل حاصل يعني العيد بتعيشه باحساسك الجواك بس يعني ما بتقدر. طيب احساسك الجواك ده وانا ارجع بك لزمن الطفوله، يعني انت فتره العيد كنت بتقضيها وين وانت طفل صغير؟ والله انا في اي مدينه من المدن يعني في السودان؟ انا اتولدت في الكلاكله القلعه. الكلاكله يعني عندنا جامع مشهور هناك اسمه جامع الدم اليوم، يعني ممكن ده اليوم الاول والثاني والثالث. ده لما كنت صغير ولا بعد كبرت؟ لا وهو صغار يعني. نعم. جلابيه ولا بنطلون ولا؟ والله بتكون لا الوقت داك جلابيه ما نعم كلنا يعني انا واخواني بتمشوا بنمشي في نوبه وكذا يعني اليوم الاول بنمشي مثلا لحد الساعه 10 بنجري، يعني اليوم الثاني برضه بنمشي، يعني بتلموا فيه يعني الاصحاب كلهم هناك تتجمعوا يعني برنامج فيه يعني كان العيد له طعم هناك يعني كنا اطفال نعم في الفتره دي في الفتره دي نعم ومهند العيد وبرضه نحن حنرجع بك، يعني العيد وانت صغير وفي مدينه كسلة وبرضه داي نعرف وكسلة عندها طقوسها الخاصه، يعني ورينا يوم العيد كان عندك كيف وانت طفل صغير ولغايه ما كبرت الشيء اللي كنت بتعمل شنو؟ والله يا اخي انا اول بحيي يعني مدينه كسلة الخضراء. نعم. يعني اليوم كل سنة وانتم طيبين. بجد يعني كسلة مدينة يعني مدينة في الخاطر ما بتتنسي ما بتتنسي يعني
صعب صعب للحيان يعني عيد يعني زي الشيء كل يعني كل عيد شعب السوداني والأطفال وحركة الإناء الناس والآيات والملابس الملابس أنت لو رجعت لك بتتذكر يعني كنت بتخط الشبط جنبك ولا الجلابية ولا هاي دي ولا بالعكس يعني أنا اليوم المرات يعني عادي بكون يوم الوقفة ده ده يوم اليوم اللي بيجيبوا فيه الملابس والإناء بعد ذاك مرات أنا بكون نايم صراحة أنا يوم الوقفة نايم يوم الوقفة بكون نايم اليوم ذات بكون نايم نعم بتجي بالليل الوالد أو الوالدة بيكونوا جابوا يجيبوا لك يجيبوا الملابس بقوم أصحوك أقول لك تعال شوف تعال قيس ابن لك ملابسها بكذا نعم الوقت ذاك بتكون نايم ما بتكون مركز ما لكن بيلبس شنو ذاته هاي بتكون نعسان بتكون شنو لكن بشيل حياتك بتخدها جنبك بتنوم يوم معك هاي جنبك بتنوم نعم فدي من الحياة سمحة في الأعياد عندك حاجة معينة بتلبسها أنت يعني في كأس الهلال قبل ما تجي الهلال وأنت يعني بعد ما بقيت لاعب في زي محدد والله في كأس الهلال طبعا عندنا اللبسة السواقنية دي سديري والباقية هاي نعم هذه لبسة يعني الشعبية وعندهم يعني طوالي في كل الأعياد نعم وأنت بتلبسها دائما فنحن يعني الوقت اللي احنا لسه شباب وكذا شغال ما كنا بنلبس البناطلين العادية وكذا لكن حسي تعودنا عليها تيشيرتات هاي نعم لا التيشيرتات دي ما لسه الوقت ده ما في فهسي يعني الحياة دي بتجي نعم لكن حسي هنا مع الهلال بقينا نعرف للعيد لا نعرف ما في طعم ما في طعم مقفولين بعدين حسي العيد لا تبقى برا مرات بيكون عادي يعني برا السودان اي برا السودان وده كمان بيبقى لك صعب اكثر بس والله يعني نعم. انا اول سنه جيت فيها الهلال كنت معيد في تونس مباراه عندك مباراه كاريكا كان موجود هناك كاريكا كان اول عيد يعني برضه اول عيد يعني كان صعب. صعب كان صعب شديد نعم. يعني ما بتقدر تعيش فيه يوم العيد بتعملوا شنو لما تكونوا برا انتوا والله ما حتى الغرف مقفله برضه في المعسكر ولا ما كان في حاجه الواحد يعملها قالوا انت اصلا في معسكر بلد في يعني انت عرفت تونس ولا عادات في تونس يعني احنا قاعدين يعني برا المدينه برا المدينه نعم صعب تلقى لك زول اصلا وحتى ذات عادات الناس هناك في الايات مختلفه منا تماما كابتن خالد الحاجه دي اكيد انا حامشي للدكتور بعد شويه عندها تاثير على اللاعبين انتوا بتقوموا دوركم شنو طبعا هنا يعني دورنا في لحظات زي دي انت دايما بتحاول لو الفريق معيد برا السودان نعم بعد ذاك انت بتبقى اول حاجه بتحاول تخلي الطقوس في السودان تنقول لهم طوالي داخل المعسكر بتشيل معاكم جلاليب؟ طبعا بتكون في عيد الناس بتشيل معايا جلاليب نعم. بتكون طبعا اجمل لو يكون في الدوله الاسلاميه مثلا الناس بتصلي بيصلي عيد بنحاول بعد ذاك بنجي بنسترجع يعني العادات بتاعت السودان فبنحاول احنا بنخش وسط اللاعبين على اساس ان هم ما يحسوا ان هو بعيد بعد ما الناس تعيد بالتليفونات على اهلها بنعيش الاجواء بتاعت العيد احنا وبنخلون دائما يعني في المساله بتاعت انه معنوياتهم تكون روح المعنويات تكون عاليه مرتفعه ايوه ما تبقى في اي اشكاليه انه في طبعا اللاعبين بيتفاوتوا الشيء النفسي عندهم بيتفاوت يعني ممكن تلقى لاعب ممكن يتقبل معك يمشي معك في لاعب تلقاه صعب شويه نعم. خلاص تلقاه ينزوى كده وقاعد في البيت يحاول يتذكر في صلاة العيد والمعايدة على الناس دخل البيت فبتفاوت الناس لكن بقدر الامكان بنحاول نخلي الناس تطلع من الجوده عشان الناس يعني ما تمشي مع بعض مدثر في لاعبين زي ما في لاعبين بيخافوا من ركوب الطياره وفي لاعبين بيخافوا من عندهم فوبيا في لاعبين بتحس انه اكثر منو اكثر لاعب بيكون يعني مؤثر فيه وعدم وجوده في البيت في العيد يكون في معسكر او لاعب برا والله يعني طبعا اي واحد يعني ولا انت والله انا بكون يعني حابب كده نعم يعني اي زول بيكون حابب انه يعيد مع البيت مع اهله ومع اصحابه يعني العيد في السودان له طعم خاص يعني مع الناس اللي اجتمعوا مع اصحابك بعدين بتدخل اي بيت هنا هاي بتخش اي بيت بتخش يعني الدنيا عيد يعني ما في عيد باب عيد. عيد يعني اي باب مفتوح صح يعني بعاداتنا بتقاليدنا والحلاوه والحاجات دي وانت مين انصر الحاجات دي لا طبعا يعني دي عادات يعني الناس قامت بها يعني ما شلت حلاوه في جوبك كثير مهمة اضافه لكلام كاريكا بعدين بعد الصلاه طوالي مباشره انت لما تجي تسلم على الحاج والحاجه وكل سنه وانتم طيبين تسمع كلمه العفو والعافيه دي يا ولدي وياي نعم دي عندها دفعه كبيره دي عندها معنى كبير يعني واحد انت يحمد الله كثير انه
الحمد لله عنده يعني والدين وكذا قدام ويشوفهم وبيسمع منه. نعم بيدوك يعني اكيد زاد كبير جدا معنويا بيدوك بالدنيا. نعم نحن بنحيي كل الابهات والامهات وبنقول لهم بمناسبه هذا العيد كل سنه وانتم طيبين. ولكن لا بد احنا قبل ما نطلع من المحور ده دكتور الناحيه النفسيه يعني مهمه جدا في الموضوع. بالتاكيد بالتاكيد الناحيه النفسيه مهمه جدا. وزي ما احنا تكلمنا عن وجود اللاعب او يقابل العيد هو خارج السودان بعيد من اهله كده بتحتاج منا دائما احنا ما متخصصين يعني ما اخصائيين نفسيين لكن بنحاول يعني بقدر الامكان نبسط المساله. واغلب الوقت احنا الناس بتكون جايه لهدف يعني الوقت الموجود فيه ده. فاغلب اللعيبه واللعيبه الكبار المتمرسين يعني بيربطوها انه تبقى الفرحه فرحتين يعني ننتصر ونرجع نتم العيد بتاعنا في السودان. لكن الناحيه النفسيه مهمه جدا يعني احنا لسه ما وصلنا للمستوى بتاع انه يكون في طبيب نفسي موجود في او معالج نفسي لكن هي حاجه مهمه. نعم نرجع نقول حتى الرجوع من الاصابه بيكون فيها عامل نفسي يعني بعد اللاعب عن الملعب لفتره عنده تاثير وبعد عن زملائه عنده تاثير. نعم وبالتالي الجانب النفسي الاصابه مرات قد يكون يعني صعب ومدمر ما يخلي اللاعب يرجع بصوره سليمه يعني سليمة. في لعيبه كثيره ناحيه نفسيه بس. نعم فبنحاول احنا نركز على الجانب النفسي على اساس انه يكون جزء من الفتره العلاجيه بالنسبه للاعب. لكن بنطالب دائما انه يكون في ناس متخصصين في الحاجه دي على اساس معد نفسي زي المعد البدني. نعم نعم نعم. طيب احنا لو سالنا كابتن جارزيتو الاجواء اجواء العيد اللي بتواجهه هو بيقوم بدور عنده دور ثاني غير الدور الفني والدور البدني. Donc comme vous voyez c'est la période de la fête quoi. Donc est-ce que vous avez un autre rôle à part le rôle technique quoi? Ben écoutez, quand on est entraîneur, on touche à beaucoup de parties et surtout la diététique et c'est important. Bon, avec le docteur et l'autre docteur, on a essayé de mettre en place des repas pour que on reste dans le chemin du sport tout en essayant de manger un petit peu soudanais. Donc ça se passe bien avec les joueurs et ils sont très contents et bon les résultats suivent aussi. Spécialement pour la fête quoi si vous voulez. Ben pour la fête ben je voudrais que cette fête ben elle se termine ben qu'il passe de bonnes fêtes les 3-4 jours qui a là et qu'ils se mettent au travail après. طيب عايزين نحن مع الدكتور مع الستاف الاداري نحن بنحاول نخط اللعيبه او نجعل اللعيبه في جو مناسب للعيد بتاعهم. ده غير انه الجو العادي او الجو بدون الاعياد فحتى بدون الاعياد نحن بنكون قاعدين معاهم وبالوجبات عندنا وجباتنا خاصه بنعمل الوجبات بتاعتنا يعني بنحاول انه نحن يخلق جو بدون اي مشاكل. برضو خاصه في العيد هو بتمنى انه العيد ده يعني ان شاء الله ينتهي على خير وبتمنى للناس كل اللعيبه كلهم وللشعب السوداني برضو عيد سعيد وبتمنى عشان برضو نرجع لشغلنا اللي جينا من اجله ولحلمنا كلنا وكل جماهير الهلال طبعا. نعم تفضل. من الناحيه النفسيه يعني انا تقريبا بديت شغل مع الهلال من 2000 اخر 2008 وسحنا 2012 يعني في فترات متفاوته. فانا ملاحظ انه اللاعب الهلال او المجموعه الاسيويه الموجوده دي حتى بيجي في تمرس في التعامل النفسي مع الغربه والعيد اكتسبوا خبرات. ايوه نعم اكتسبوا خبرات. ف يعني ممكن نقول زمان نمشي نسافر من بلد لبلد في الشارع مثلا يقابلوني يقول لك 3-0 ولا 4-0 ولا كده فالموضوع كان بيهز الناس. هسه بقى 3-0 4-0 بتكون حافز انه يدوم 3-0 او يغلبوهم 4-0 بنفس المستوى. فالتمرس ده بقى يعني انا بعتقد انه ساعد يعني سمه من سمات الجاهزيه لانه الناس تحقق حلم او طموح بالنسبه لي نعم ليها وللجمهور ان شاء الله. نعم نحن ما دمنا في العيد ونتكلم عن العيد وذكريات العيد نسمع واحده من الاغنيات ثم نعود. Thank you.
الهلال بنعرفه براك يكفيني أشوفك روحك ديك بالزهاد والبسمة الحلوة الرنانة تمسح من هوايا هاد والبسمة الحلوة الرنانة مرحبا بكم من جديد وكل سنة وانتم طيبين وما زلنا نتواصل في العيد السعيد وبنرجع ونشوف كابتن خالد عشان الهلال يفوز بالكاس كاس الكونفدرالية ومجموعته فيها أندية سودانية ونادي غير سوداني والمجموعة الثانية الهلال كل نادي بيزعى انه يفوز بالكاس انتم طموحكم تاخذوا الكاس الشيء اللي بتعملوا فيه شنو عشان انتم تحققوا الكاس وطبعاً أي فريق مطلوب منه يحقق الكأس لازم يكون عنده مقومات كويس نحن من أول المقومات دي اللي هو أنت اللاعب اللي هو بوصلك لمرحلة الكأس نحن الآن الحمد لله يعني نملك لاعبين يعني عندهم من الخبرات زي ما تحدث أخونا الدكتور وائل من 2005 2006 الهلال يعني زي ما قلنا زبون دائم في البطولات لاعبين يعني اكتسبوا خبرات كبيرة جداً يمكن مروا عليهم أيضا مدربين برضو
يعني اكتسبوا منهم كثير جدا. السبب الثاني هو الطموح، يعني اللاعب بعد ذاك الطموح وبعد ذاك الجهاز الفني. الان نحن يعني نملك المقومات، نعم، أقول الفوز بالكاس، نملك اللاعبين اصحاب الخبرات العاليه، اكتسبوا خبرات عاليه في البطولات، نملك طموح بانه نعوض كل جمهورنا، نملك مدرب كبير يعني صاحب بطولات، نعم. الان نحن يعني بنعمل في الطريق ده، نعمل بانه نحن الان نحن كجهاز اداري نملك اللاعب، نملك الطموح، نملك الجهاز الفني، نعم. ونملك مجلس يعني اداره، يمكن احنا فاتنا يعني نسوق له التهنئه بمناسبه العيد، يعني ان شاء الله يعني السنه الجايه يكونوا محتفلين معنا بالكاس ان شاء الله. وزي ما قلت لك نحن الان في الطريق الصحيح بكل المقومات اللي معنا، بنحمل هذه المقومات عشان نتجه نحو الكاس ان شاء الله. كابتن مهند، عشان ما تفوزوا بالكاس وفي 7 انديه اخرى برضه هي بتزع عشان تفوز بالكاس، شنو اللي انت كلاعب الان بتجتهد وبتعمل فيه عشان ما تحققوا هذه البطوله؟ والله المسؤوليه كبيره زي ما قلت. الطموح بيجي كوره يعني، كل كوره انت طموحك بيكبر. نعم، يعني بتاخذوها بالقطاعي. احنا بناخذ الكوره يعني كوره. نعم، تاخذ الكوره الاولى تكسب الاولى، تفكر في الثاني، اعدادك بيكون مختلف عن الكوره الاولى. حتى تلقى الفريق اللي بتقابله، الفريق اللي بتلاقيه بيكون افضل من الفريق الاول. حاسس يعني احنا كعسي لنا يعني زي 7 سنوات أو 8 سنوات الفريق يعني وصل يعني وصل مرحلة انه داخليا وخارجيا يعني بينا يعني ما بنخشى يعني، نعم، نخشى رهبة الفروق وكذا. حتى المباريات خارج الارض الناس بتنتصر اصبحت اي يعني حتى الحمد لله يعني دي نعمة كبيرة من يعني دي خبرة يعني ناس صبرت يعني كم سنة إنه الناس ما كان بتحقق حاجة، فدي السنة دي إن شاء الله نتمنى إنه تكون لي سنة يعني سنة يعني بمناسبة العيد دي كان يكون سنة جميلة بالنسبة لنا ولجمهورنا ولكل الشعب السوداني. نعم، كابتن مدسر، والأهداف هي اللي بتصنع البطولات. والله طبعاً يعني أي مهاجم يعني شغله في الميدان إنه يحرز أهداف. وزي ما قلت الأهداف يعني تصنع الفرحة يعني بتخلي الناس تبدأ خطوة ثانية جديدة. ف يعني حتى يعني أنا واحد من الناس ما قاعد أفكر في إنه لازم أحرز الهدف أنا يعني. نعم. يعني في النهاية تفكيري إنه الفريق ينتصر يعني. نعم. إنه كلنا نكون مستمرين مع بعض والفريق ينتصر. وزي ما قال مهند يعني الكرة بتبدا خطوه يعني، تنتهي من مرحله تبدا في مرحله ثانيه، تنتهي من مرحله يعني تفكيرك الاساسي هو الكاس يعني، انت داير الكاس، لكن الكاس ما بتقدر تمشي درجه وبتفكر فيها واحده، فبتلقى نفسك انت شنو حتى لو وقعت في خطا ما بتكون خطا كبير يعني، ممكن تقدر تعالج عشان تقدر تستمر طوالي. نعم. يعني ممكن زي ما انت قلت مباراه الشرف، ممكن هي يعني هي دي سنه الحياه والكوره كده، بقت لنا درس نتعلم منه، استفدت منه كثير يعني، بقينا ماشيين فيها خطوه. ان شاء الله ان نكون مستمرين برضه في حياتنا في الطريق لحد ما نحقق الكاس. نعم. ان شاء الله. كابتن جارزيتو، الهلال عشان يحقق هذه البطوله شنو الان الشيء اللي بيعمل فيه مع جهازه الفني وجهازه الاداري؟ دونك الهلال بور افوار سيت كوب لا كاس كي انتران دو فير بور avec qu'est-ce qu'elle est en train de faire avec vous et ce comme staff technique et comme staff administratif, qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour avoir la coupe? Je crois que il y a qu'une seule chose qu'il faut faire, c'est travailler. Hein? Donc je crois que les joueurs travaillent bien. Bon, on a fait attention un petit peu avec le Ramadan de pas trop forcer parce que on est plus faible. Mais dès que le Ramadan sera fini, on va recommencer à travailler encore plus. Et je pense qu'il n'y a que le travail qui va nous apporter la joie de ramener une coupe à Khartoum. طيب أهم حاجة بالنسبة لنا هي العمل. نحن لازم نعمل أي حاجة على أساس إن نحن نأخذ الكاس. أي نعم، نحن كانت في الفترة بتاعت رمضان، الفترة السابقة بتاعت رمضان كنا
قللنا الضغط شوية على اللعيبة على أساس رمضان. بعد ما انتهى رمضان بعد كده كلنا نحن يكون فكرنا واحدة فكرنا واحد أو تفكيرنا حيكون منصب على حاجة واحدة هو اللي هو نحن نعمل ونعمل ونعمل على أساس نحقق الكأس دي إن شاء الله. أنا في ختام هذه الحلقة بحيي كل التابعون وشاهدونا وتحية خاصة لنادي الهلال وأسرة نادي الهلال وجمهور نادي الهلال اللي حقيقة يعني وضعوا السودان دائما في مكانه الطبيعي من خلال الأداء ومن خلال وجودهم الدائم في البطولات الأفريقية. وبشكر كثير جدا وأبدأ دائما بالضيف العزيز كابتن جارزيتو المدير الفني للهلال السوداني. احنا بنحييه كثير جدا ونشكره كثير. ميرسي انكور و ديت دو بون كوراج انكور. Je remercie de l'émission, de l'invitation. Et puis j'espère que bah, tout se passera bien pour nous. Je le souhaite pour le Soudan. Et que peut-être qu'il y ait deux équipes en demi-finale, ce serait super intéressant pour tout le monde. Plus elle est là. Ah bah, elle est là, obligatoire. Et eux, ils vont gagner. Bien sûr. طيب بنشكر قناة الشروق على السانحة الطيبة وعلى الدعوة. وإن شاء الله بتمنى انه كل نتمنى الفوز ان شاء الله بهذا الكاس. وبنتمنى برضه انه يكون على الاقل فريقين في نص النهائي في من السودان ان شاء الله. ونتمنى للسودان ان شاء الله. نعم دكتور وائل نحن بنحييك كثير جدا ونشكرك ونتمنى انه كل اللاعبين يكونوا متعافين وما في اصابات ان شاء الله. انا برضه اشكر اسره قناه الشروق على الاستضافه الجميله دي. واتمنى في الايام السعيده ايام العيد دي انه فعلا الفرقه الهلاليه تحقق انتصار. لانه زي ما قلت لك انا متابع يعني الشباب ديل بذلوا مجهود خرافي شديد والله ان شاء الله. نعم. ان شاء الله بذلوا مجهود خرافي ولا بد انه في النهايه المجهود ده يكلل بانه يكون عندهم يحققوا انتصار لنفسهم وللهلال وللسودان ان شاء الله. نعم نحن بنحييك كثير جدا كابتن خالد. انا بحييك وبشكرك كثير. نشكر اسره قناه الشروق ومن هنا انا بوعد ان شاء الله نحن حنحتفل بكاس الكونفدراليه. نعم مع اخواننا في داخل هذا الميدان. داخل هذا الميدان. نعم وداخل الغرة ان شاء الله. نعم نحن ان شاء الله الكاس يكون هنا ده ان شاء الله. يكون هنا. انت بتكون حتكون موجود؟ اسكو لا فولا ديجا قال لك وشايفها اساسا شايف الكاس موجود شايفين الكاس هنا. نعم مبروك. أي مشاكل إن شاء الله. نحن بنحييكم كثير وبنحيي كابتن مهند بنحييك كثير. التحية لكم التحية لقناة الشروق اللي يعني أسعدتنا في هذا اليوم إنه يعني نعطيها للمشاهدين وعلى جمهورنا الهلال ولجمهور السودان. أنا من هنا بحيي كل الرياضيين بصفة عامة وأقول لهم كل سنة وأنتم طيبين وإن شاء الله كده يعني نشوف السودان يعني مزدهر وتقدم ان شاء الله. نعم. كابتن كاريكا كل سنه وانت طيب وانا بحييك كثير. وانت طيب كمان استاذ وبقول لاسره قناه الشروق كل سنه وهم طيبين وبالاخص لاهلي بالجمعيه يعني بقول لهم كل سنه وانتم طيبين وكل الاهل والاصحاب بكلاك للقلعه. وكل من أصدقائي يعني. نعم. إن شاء الله ما نكون نسينا حد وقول لهم كل سنة وأنتم طيبين. نحن بنحييهم معاكم وكمان بنحيي الفنان الهلالي ياسر تمتام. وأكيد ياسر أنت قبل ما تغني لنا عندك حاجة عايز تقولها. أنا كزول هلالي وكل شغف إنه الهلال يكون في مرتبة عالية. أتمنى إنه في الأيام القادمة إن شاء الله ما نكون معتمدين على لاعب واحد أو يكون عندنا أكثر من لاعب لكم خانة. نعم عشان ما نتضرر من الإصابات ومن غياب بعض اللعيبة. أتمنى إنه نكون الإدارة تعاين للمنظور ده وتريحنا نحن دل. نحن بنحييك كثير جدا وبنحيي كل المشاهدين التابعونا وبنشكرهم كثير. والتحية الخاصة لكل الإخوة الرياضيين التابعونا. وأنا بتمنى فريق يشيل الكاس. ما حقدر أقول الفريق منه لكن أتمنى الأهلي شندي أو الهلال
أو المريخ واحد في الأندية والوصول يكون زي ما قال كابتن جارزيتو فريقين من السودان والفائز بعد ذلك لا يهم إن كان الهلال أو المريخ أو أهل شندي. والتحية لكم ونبغى مع ياسر تمتام وحتى نلتقي في فترة أخرى لكم دائما أحلى تحية. وين أيامك الحلوة ما كانت للفرح مصدر
تتنكر يا حبي تتبدل.